بعض المنحرفين وبعض أصحاب الأغراض والأهواء يتهمون الخدمة بأنها حركة إرهابية تنشر الإرهاب وتنشر العنف، وطبعا هذا كذب وافتراء عظيم من الناحية النظرية. من ناحية كتب الأستاذ فهي طافحة بالأمان وبالسلم وبالتسامح مع جميع الفئات، مع غير المسلمين، مع المسلمين، مع كل الناس. هي حركة سلم وحركة تسامح وحركة أمن وحركة أمان. على المستوى العملي نحن هنا في مصر معروف أننا نحارب الإرهاب، ولو كان نشاط الخدمة فيه أدنى شبهة، أدنى شبهة ولو صغيرة جدا، يعني مصر مرت بظروف شديدة جدا ولكن ظلت الخدمة خادمة للمجتمع، خادمة لمصر. لم نرى منهم أبدا ولا نعلم عنهم أبدا إلا كل خير، بالعكس هي حركة تقاوم الإرهاب بالمنهج الصحيح لمقاومة الإرهاب. هي حركة تقضي على أسباب الإرهاب. من أين ينشأ الإرهاب؟ من الجهل، هم يحاربون الجهل. من الفقر، هم يحاربون الفقر. من الفرقة، هم يحاربون الفرقة. من المرض، هم يحاربون المرض. يعني هذه الأمراض التي تولد الإرهاب وتولد الحركات الإرهابية. بالعكس، حركة الخدمة من أكبر الحركات على مستوى العالم التي تحارب الإرهاب بالشكل الصحيح الفكري والعملي، فتنشر الفكر الصحيح وتعمل العمل الجاد الدؤوب الذي يجفف منابع الإرهاب. في نظري الفقير يعني أن اتهام الحركة بأنها إرهابية أو تتعاون مع الإرهاب، يعني الذين يتهمون الحركة هم المتلبسون بالفعل بهذه التهمة، وثابتة وواضحة وضوح العيان ووضوح الشمس في رائعة النهار، هم الذين يدعمون الإرهاب. والغرض من اتهام الخدمة هو غرض سياسي بحت، وليس غرض ديني ولا غرض محاربة الإرهاب ولا أي شيء من هذا القبيل. هذه الحركة وفكر الأستاذ كولين بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن إرهاب الآخرين، بل هو على العكس من ذلك تماما، هو مع التسامح، مع الحوار، مع التفاهم، مع بقاء كل صاحب دين على دينه، ولكن الاتفاق إن اختلفت العقائد والأفكار والأديان، الاتفاق يكون في خدمة البعض للبعض، الناس للناس، من بدو ومن عجم بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، هكذا يقول الشاعر. فالخدمة ليست فقط للمسلمين وإنما هي للمجتمعات العمرانية بأسرها، لرفاهية العالم ولخدمة العالم كله. أرى أن اتهام الحركة بهذه التهمة هي من باب رمتني بدائها وانسلت، والله أعلم.